عن المرأة الفلسطينية مشاهدينا، إذا أردت أن تنظر إلى مجتمع فانظر إلى نسائه، ولذلك نشاهد أيضا ونلمس مدى وعي المجتمع الفلسطيني والمرأة الفلسطينية، لأن هذا المجتمع تربى وترعرع على يد امرأة قوية استطاعت من خلال تربيتها لأبنائها أن تغرس لديهم الصمود والكبرياء والشموخ. دأبت المرأة الفلسطينية السير في خطى ثابتة منذ قرن من الزمن لتتبوأ مكانتها الريادية والطبيعية في سفر تاريخ هذا الشعب الضاربة جذوره في عمق الحضارة الإنسانية، مستلهمة الصبر والعمل الدؤوب والتضحية ونكران الذات من ابنة الناصرة العلية سيدتنا مريم العذراء التي أصبحت أيقونة خالدة في كتب الله السماوية وبين مليارات المؤمنين في كل الأزمان، ليكون هذا الإرث التاريخي المجتمعي الفريد إضافة لرسالتها الإلزامية في صدارة المشهد الوطني المناهض للاستعمار والاحتلال الذي لم ينفك حتى يومنا هذا. فمنذ تأسيس زليخة الشهابي وإيميليا السكاكيني أول اتحاد نسائي فلسطيني عام 1921 وتشكيل لجنة السيدات العربيات على إثر أول مؤتمر عقد في القدس عام 29، والمرأة الفلسطينية تقود مسيرة من الريادة والطلائعية في أبعادها الوطنية والمجتمعية والتربوية لتشكل حالة مبكرة من الوعي الجمعي الذي انعكس سريعا بوصول نسبة الطالبات الإناث في المدارس إلى 43.5% من مجمل طلاب فلسطين في العام 1945. وشكل انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 65 بأبعادها التحررية على مستوى الأرض والإنسان ساحة أوسع لانخراط المرأة في فضاءات أكثر قيادية وتأثيراً من خلال مؤسسات منظمة التحرير، ليصبح الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منبراً وجواز سفر نقل تجارب نساء فلسطين إلى العالم تأثراً وتأثيراً، لتتبوأ مواقع متقدمة على مستوى صنع القرار الفلسطيني في تشكيلات الفصائل والمؤسسات المختلفة، واضعة قدمها في الصف الأول للمطبخ السياسي الفلسطيني، ولتقود الكفاح خلال انتفاضة الحجارة في الأرض المحتلة وصولاً لحراسة حلم الدولة التي بدأت تتشكل ملامحها. واليوم لا ينظر لهذا الإنجاز الطويل للمرأة الفلسطينية على أنه تاريخ، بل مسيرة أدت إلى حاضر نسوي فلسطيني مشرف في أروقة المجتمع والنظام السياسي، فلا يوجد هيئة حكومية أو قيادية إلا والمرأة الفلسطينية جزء أصيل مبدع ريادي فيه، من اللجنة التنفيذية للمنظمة وكل التشكيلات الوزارية وعلى رأس الهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وحواضن الابتكار والشركات الاقتصادية والمالية والجامعات، مشكلة إضافة نوعية تضاف إلى سيدات الصبر وتاج الرأس وحارسات الحلم، الشهيدات والأسيرات وأمهات الشهداء والأسرى التي يعبرن عن كل العنفوان الفلسطيني المستدام حتى تحقيق هدف كل امرأة ورجل فلسطيني في وطن حر وتحت سماء بلا احتلال.